ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أكد مصدر مطلع أن المنطقة التي سقطت بها طائرة حربية ضواحي تاونات عرفت يومه الخميس حالة استنفار، حيث أحاط بالمكان العديد من رجال الدرك الملكي. وأوضح المصدر ذات أن المسؤولين عسكريين حلوا بمكان الحادث قبل قليل بواسطة مروحية عسكرية، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي قامت بتطويق مكان الحادث. وأوضح شهود عيان أن 3 طائرات حربية كانت بسماء منطقة قرية أبو محمد لحظة وقوع الحادث، حيث سقطت إحداها، ما جعل ربانها يستعين بمظلته للنجاة. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية قد كشفت بأن طائرة مقاتلة من طراز ميراج F1 تابعة للقوات الملكية الجوية كانت تقوم بمهمة تدريب تحطمت حوالي منتصف النهار و30 دقيقة من يومه الاثنين بمنطقة تاونات، وذلك على إثر عطب تقني. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.